قطاع غزة يقطنه أكثر من 2 مليون نسمة على مساحة لا تزيد عن 365 كيلومترا مربعا. يستمر حصار قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاما. عاشها القطاع في ظل تدهور طال قطاعي الصحة والاقتصاد على وجه التحديد. كان هذا الوضع قبل دخول فيروس كورونا، فكيف بات القطاع في زمن كوفيد-19؟ لنتكلم قليلا بلغة الأرقام. بعد انتشار كوفيد-19 ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة في القطاع إلى 34%، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 64% حتى نهاية هذا العام، فيما بلغت نسبة الأسر التي انخفض دخلها بمقدار النصف خلال فترة الإغلاق بمعدل قارب 38%. من نافذة القطاع الصحي، تشهد الصحة ومرافقها في القطاع انهياراً كبيراً، فعدد المشافي في القطاع لا يتجاوز 13 مشفاً فقط بقدرة سريرية واحد لكل 760 نسمة، و78 سرير عناية مركزة، و63 جهاز تنفس فقط. أما الأدوية الرئيسية ولوازم المختبرات وفحوص الدم فوصلت نسبة النقص فيها إلى 70%. القطاع الصحي يدق ناقوس الخطر. كما انخفضت نسبة التحويلات الطبية إلى خارج القطاع الذي يعاني في الأساس ضعفاً في الإمكانات الطبية إلى نسبة وصلت 69%. اقتصاد قطاع غزة، ماذا جنى من فيروس كورونا؟ ارتفعت نسبة البطالة في القطاع إذ كانت تبلغ قبل الجائحة 65%، لتصل الآن إلى 82%. وبطبيعة الحال تأثرت المنشآت الاقتصادية في القطاع كما تأثرت مختلف دول العالم، ولكن التأثر هنا كان أكبر حجماً. Thank you.